استعرضنا في المحاضرات الثلاثة السابقة مبادئ وأسس التهوية الآلية عند مرضى الـ ERDS. ننتقل في هذه المحاضرة إلى موضوع متقدم نوعا ما. سنتكلم في هذه المحاضرة عن البيب المثالي، كيف نضبط البيب في حالة كل مريض ERDS، ما هي الطريقة المثلى للبحث عن البيب المثالي. بداية وحتى نفوت بالموضوع، ذكرنا بمحاضرة الإعدادات البدئية لمرضى الـ ERDS اللي هي محاضرة 29، ذكرنا لما تحدثنا عن الـ ERDS نيت بروتوكول انه البيب يتم ضبطه بناء على مقدار الـ FiO2، وحسب حاجة المريض من الـ FiO2 نقوم برفع مقدار البيب. الجدول الموجود جدول البيب FiO2، مثلا لو كان قلنا FiO2 50 حيكون بيب مثلا 8، وهكذا لو قلنا 60 مثلا 10 حسب الجدول. هذه اسمها طريقة الأكسجي بضبط البيب. هذه ما هي الطريقة المثالية لضبط البيب؟ ما هي ما في أولا أبدا هذا الجدول ما عليه أي إيفيدنس، هذا جدول اعتباطي تم بناء على اكسبيرت اوبينيون، يعني رأي الخبراء، وليس بناء على دراسات أنه كل قيمة توافق قيمة بيب موافقة. طريقة الأكسجي هل تعني حقيقة أنه هذا البيب، يعني لو قلنا 50 مقابل 8، هل فعلا 8 هو الأفضل بيب لهذه الحالة بالذات مثلا؟ ما هو البيب المثالي أصلا؟ كيف يتم تعريفه؟ بالنسبة لطريقة الأكسجة، هي طريقة لها وعليها منتشرة عالميا مقبولة، لكنها ليست أفضل طريقة وليست قطعا الطريقة المثلى لضبط البيب. الديبيت الموجود بالحاشية راح تشوفوا إذا بتحبوا ترجعوا له، بيناقش موضوع الأكسجة والبيب بشكل جيد، حيشوف في شو هي نقاط الضعف في هذه الطريقة وربما نقاط القوة الموجودة فيها بالبوينت والكاونتر بوينت. أنصح الجميع بقراءته إذا كنتوا حابين تتعمقوا بهذا الموضوع. عموما أنا بهذه المحاضرة حاول إني أتكلم عن أكثر النقاط أهمية بهذا الموضوع. لنبدأ بفهم طريقة ضبط البيب المثالي، لابد من العودة إلى فالي. فالي هي أذية الرئة المرافقة للمنفسة. الفالي تترافق مع الفوليوتروما، هي الاوفر ديستنشن، يعني هو فرط تمدد الاسناخ السليمه. لاحظوا هي الجزء الاعلى من السلايد، هي عباره عن مجموعه اسناخ متجاوره. والسبب الثاني للفالي هو الريكروتمنت دي ريكروتمنت الاتلاكتوتروما او الرد الانخماصي، هو تجاور اسناخ منخمصه مع اسناخ مفتوحه. هذا هو الجزء اللي بيشتغل عليه البيب، اني انا امنع الاتلاكتوتروما، امنع الرد الانخماصي، حافظ على الاسناخ مفتوحه او امنع انغلاقها بنهايه الزفير او اثناء الزفير حتى امنع هذه الاذيه اللي هي اتلاكتيتروما. حتى نفهم اكثر مفهوم الاتلاكتيتروما او سبب الاذيه التي تنتج عن انفتاح وانغلاق الاسناخ الطولي لما بيكون جنبها اسناخ متجاوره مفتوحه، لاحظوا المخطط اللي على الاله او الرسم على الاعلى والايمن. في عندي مجموعتين من الخلايا، المجموعه العلويه خلايا ثمانيه متجاوره. انا لو كنت ترى هذه الخلايا هي فروع لانبوب، انا عم طبق ضغط قدره وليكن 30. بما انه هالخلايا المتجاوره مع بعضها فتوزع الضغط وما في عندي انغلاق باحدها، ما بيكون توزع الضغط متجانس على هذه الخلايا المجتمعه، نفس الضغط حيكون على الجدر ما بينها بشكل متوازن. بينما المجموعة السفلية، لاحظوا انه في عندي السنخ المركزي منخمص مسكر، ففي فرق حجم بين هاي الخلايا. فانا لما بطبق ضغط على مجموعة هالخلايا راح يكون توزع الضغط مختلف ما بين الخلايا نفسها، وحيكون الضغط الناتج ما بين جدر الخلية المنخمصة وجدر الخلية السليمة اعلى بكثير من الضغط اللي انا بطبقه من الاعلى. اللي الشكل اللي على اليسار بيوضح لي هي العلاقه، لما يكون في فرق بالحجم الافكتيف بريشر، البريشر افكتيف بيساوي الابلايد بريشر اللي هو الضغط اللي عم طبقه ضرب العلاقه ما بين فرق نسبه الحجم مرفوع للقوه 2 على 3. باختصار بدون تعقيد، لو انا عم طبق ضغط قدره 30 وانا عندي فرق بالحجم بين المجموعتين، بين مجموعه منخمصه او بين حجم الخليه المنخمصه او السنخ المنخمص والسنخ المفتوح هو 10 امثاله، فبيكون عندي انا الضغط الافكتيف او الضغط الناتج على جدار الاسناخ اعلى باربع مرات ونص من الضغط اللي عم طبقه. فانا لو عم طبق ضغط 30 واظن نفسي اني انا سيف واني انا خلاص البروتكتيف لانج، لو كان في عندي هي الظاهره موجوده فممكن يوصل الضغط
ما على جدر الاسناخ اللي هي مثل ما قلنا الاوبننج كلوزنج حيوصل ل 140 سنتيمتر معه. اكيد هذا ما نو بروتكتيف، واكيد هذا حيسبب في عندي اطلاق وسائط التهابيه وحيساوي الاتاكت تروما. انا اذا قدرت امنع هي الظاهره وخفف منها قدر الامكان بالبيب اللي عم طبقه، فانا بكوني حققت حمايه افضل للرئه، وبالتالي انا قللت نسبه الوفيات. تقليل نسبه الوفيات في مرضى الاي ار دي اس نتيجه البيب هو تحسينه او تقليله للفالي، تقليل هذه الظاهره، وليس تحسين الاكسجين بحد ذاته هو قليل الوفيات. إذا مرة ثانية، الفالي أذية الرئة المرافقة للمنفذة هي نتيجة ظاهرتين: فرط التمدد السنخي اللي بيؤدي إلى هاي ترانسبيرمي بريشر، زيادة الضغط عبر الرئوي، وبالتالي إلى زيادة الحجوم اللي بتؤدي إلى أذية الرئة. هي الظاهرة الأولى، وهي علاجها بتقليل الحجم، أحد الاستراتيجيات حماية الرئة، وهو موضوع محاضرة ثانية وحكينا عليه بالمحاضرة الماضية. الشيء الثاني هو الأوبنينج كلوزينج، هو الشيرينج ستريس، قوة الشد اللي على جدر الأسناخ ما بين اللي بيكون في عندي سنخ مسكر وسنخ مفتوح، الحاجز بيناتهم بيكون ضغط مثل ما قلنا عالي كتير. إذا أنا حتى قلل أو حتى أحمي الرئة، بنرجع بنعيد المعلومة، لازم قلل حجوم الرئة، قلل الألفيولار ديستنشن، قلل الحجم الكبير اللي عم مدد في الرئة، وامنع انخماص الأسنان في نهاية أو في أثناء الزفير لامنع الأتلاكت تروما. إذا أنا عملت حماية الرئة من هالظاهرتين، أنا حماية الرئة من الفالي. الشيء الأول مثل ما قلنا هو اللي هو الفرط التمدد، أنا بمنعه بتقليل الحجوم، والاتلاكت تروما هي اذيه انخماصيه او الرد الانخماصي، انا بمنعه بالاستخدام الحكيم للبيب اللي هو الاوبتيمال بيب. طبعا كل هذا الشيء حتى امنع البايو تروما اللي هي التهاب يحدث في جدر الاسنان، يحدث في الاسناخ وفي جدر الاسناخ نتيجه قوه الشد العاليه الناتجه عن الحجوم العاليه وعن الرد الانخماصي. تطلق هذا الالتهاب يطلق سيتوكينات اللي هي بتؤدي الى زياده الاذيه الرئويه الموجوده سابقا او الى حدوث اذيه جديده اذا كانت الرئه اصلا سليمه. طيب ما هو دور البيب هنا؟ دور البيب هو استعاده الاف ار سي، استعاده الفانكشنال ريزيجوال كاباسيتي، السعه الوظيفيه الباقيه، وهي الحجم الرئه في نهايه الزفير العفوي. يتم ذلك من خلال اليتين، اما انه يعمل الفل ريكروتمنت، يعمل فتح، يحافظ على الاسناخ مفتوحه وبالتالي يؤدي الى فتح الاسناخ المنخمصه. الشيء الثاني هو انه يمكن يعمل البيب نفسه الفيولار اوفر ديستنشن، اذا كان في سنخ اصلا سليم وانا عم طبق له ضغط ايجابي، فهذا ممكن يعمل اوفر ديستنشن بهذا الالفيولار. التاثير الاول تاثير جيد، اني انا افتح الاسناخ المنخمصه وبالتالي اقلل من الفالي. التاثير الثاني تاثير سيء، لو انه تاثير البيب اللي عم طبقه هو عامل اوفر ديستنشن للاسناخ اللي اصلا مفتوحه واصلا سليمه، فهو تاثير سيء. فمن هنا بنعرف انه البيب تاثيره عم يتراوح بين شغلتين، عم في تاثير جزء منه جيد وجزء منه سيء. البيب المثالي هو البيب اللي بيكون عم يحافظ على اكبر قدر ممكن من التاثيرات الايجابيه اللي هو الفيولار ريكروتمنت، وعم يقلل قدر الامكان من التاثيرات السلبيه اللي هي الفيولار ديستنشن. اذا كان تاثير البيب معظمه هو ديستنشن فهذا بيب سيء، واذا كان تاثير البيب اللي عم طبقه معظمه ريكروتمنت فهو بيب جيد. طيب انا كيف ممكن اعرف البيب المثالي؟ البيب المثالي هو مستوى البيب الذي يحقق النقل الافضل، المقدار الافضل من الاكسجين للانسجه، هو المقدار من البيب الذي يمنع الدي ريكروتمنت، يقلل من دي ريكروتمنت لمعظم الاسناخ الرئويه، ويقلل ايضا من حدوث فرط التمدد في الاسناخ السليمه. اذا هو المقدار الذي يمنع الدي ريكروتمنت في معظم الاسناخ، ويقلل بنفس الوقت من اذيه فرط التمدد في الاسناخ السليمه. فلما بيكون التأثير الإيجابي بأقصى حدوده والتأثير السلبي بأقل درجاته، أنا بكون وصلت للبيب المثالي بحالة مريض الـ ERDS. هذا المخطط بيشوفيني علاقة البيب مع الكومبليانس، مع مطاوعة الرئة. لاحظوا انه بالدرجات المنخفضة من البيب في عندي مثلا 5 المطاوعة منخفضة، لما عم زيد البيب انا حالة انخماص الاسناخ الرئوية عم يتحسن المطاوعة لدرجة قصوى، بعدين لما بصير في عندي زيادة البيب أعلى من هالمقدار بصير في عندي اوفر ديستنشن بالأسناخ السليمة، وبالتالي بتنخفض المطاوعة حتى أوصل لأقصى درجات انخفاض المطاوعة عند بيب 25. البيب المثالي هو مقدار ما بين 5 و25 عند معظم المرضى. لاحظوا إنه هالرينج كتير كبير، كيف أنا فيني أحدده؟ هي المحاضرة بتقلي إذا كيف أنا ممكن أوصل لإله. للأمانة ما في جواب واضح عند حالة كل مريض، لابد إني أنا ابحث عن العديد من العناصر اللي حاشرحها بهالمحاضره حتى اقدر اوصل بدرجه عليا من الثقه انه هذا هو افضل بيب لهذه الحاله بالذات. بس ما في قاعده ثابته لجميع المرضى، وهذا الشيء ممكن نشوفه من خلال المحاضره.
نتذكر هذا السلايد من المحاضرة الماضية، وقت شفنا انه كيف انا ممكن بسط سي تي سكان مي الـ ARDS بثلاث مناطق. لاحظوا على الصورة، في عندي المنطقة A اللي هي الأسناخ المنخمصة، المنطقة B هي الأسناخ المفتوحة، والمنطقة C هي الأسناخ اللي بتفتح بالشهيق وبتسكر بالزفير. مقدار طبعا اللي بيهمني انا بالفالي هي المنطقة C صراحة، المنطقة AA اللي هي الأسناخ المنخمصة هي أسناخ لا بتفتح لا بالشهيق ولا بالزفير، وبتمنع من طوال التهوية الآلية لحتى تتحسن أذية الرئة، وبالتالي ما هي اللي بتعمل الأذية، اللي بيعمل الأذية هو المنطقة C صراحة. فمقدار المقدار البيب الأنسب للمريض اللي هو الأوبتيمال بيب بيعتمد على اللنج ريكروتابيليتي، قابلية الرئة للتجنيد. إذا أنا بتطبيقي للبيب عم اسمح أو عم امنع عم افتح اسناخ جديدة كانت عم تسكر خلال الزفير وامنع انها تسكر، عم اعمل ريكروتمنت، فهذا هو البيب. كل ما زاد هذا المقدار كل ما زاد، كل ما كان البيب اللي عم طبقه بيكون مفيد. كيف انا ممكن اعرف اللانج ريكروتابيليتي؟ انا ممكن اطبق مقدارين من البيب عند المريض، ممكن اطبق مقدار بيب قدره 5 مثلا وروح اعمل سي تي سكان للمريض، ورد اطبق مقدار بيب قدره 10 وروح اعمل سي تي سكان للمريض، وقارن بين الصورتين وشوف اذا صار في فرط تمدد ولا صار في ريكروتمنت، وشوف قديش مين هو المقدار الامثل للبيب. المعيار الذهبي هو السي تي سكان، بس هل هذا الحكي مقبول من الناحيه العمليه؟ ابدا. انا ما ممكن انا اكلم طبيب الاشعه واقول له بدي اعمل تصوير طبقي محوري لمريضي لاني انا بدي اعرف مقدار البيب، اكيد لا. ربما بالدراسات البحثية نعم، أحد أطباء العناية المشهورين لوشياني جاتينوني دراسته أساسية كانت انعملت على الأساس أنه جاب مجموعة مرضى طبق عليهم مستوى بيب 5 وبعدين مستوى 10 وبعدين 15 وعمل لهم طبقي محوري بكل مرة مشان يعرف أنه شو هو المقدار الريكروتمنت والأوفر ديستنشن اللي عم يصير عند كل مريض. بالدراسات البحثية نعم، لكن بالممارسة العملية أكيد لا. هلا انا كيف انا ممكن اعرف انه شو هو البيب المثالي عند حاله هذا المريض، او انه هذا البيب مفيد او غير مفيد؟ انا ممكن هذا كل محاضرتي راح تكون على هذا النقطه، انا كيف انا ممكن اتنبأ انه هذا البيب هو افضل او عم يعطي تاثيرات سيئه او ضاره عند هذه الحاله بالذات. لو كانت الرئة غير قابلة للتجنيد فإن المقادير العليا من البيب ارتفاع زيادة مقدار البيب رح يعمل اوفر ديستنشن بالأسناخ السليمة، وبالتالي رح يكون تأثيره مؤذي. لو كانت الرئة النسيج الرئوي قابل للتجنيد فإن المقادير العليا من البيب رح تروح للمناطق القابلة للتجنيد اللي هي المناطق المنخمصة، وبالتالي رح تمنع الانخماص تبعها وهذا رح يكون تأثير جيد. كيف انا ممكن احدد الريكروتابيليتي تبع اللنج اني قابلية الرئة للتجنيد مرة ثانية؟ هذا الشيء ما هو سهل الاجابة عنه ببساطة. انا كيف ممكن انا اتحدد او ابحث عن مقدار الاوتو الاوبتيمال بيب؟ في عندي عد اربع مبادئ. اول شيء باعتماد على الاكسجينيشن على الاف اي او 2 حسب حاجه المريض من الاف اي او 2. انا كل ما زاد الاف اي او 2 تبع المريض وبالتالي في عندي زياده بشده الاصابه، وبالتالي انا برفع مقدار البيب، هي احد الطرق. البيز اون لانج ميكانيكس، انا بطلع على عده، ما في يعني هذا البند بيشمل عده طرق. انا ممكن اطلع على الكومبلس، ممكن اطلع على اللور انفليكشن بوينت، ممكن اطلع على كثير من الشغلات ممكن احصل عليها ميكانيكيات الرئه كلها بيجمعها المصطلح هو اللانج ميكانيكس. انا ممكن ابحث عن الاوبتيمال بيب بناء على هذا الموضوع. انا ممكن اطلع على الهيمودينامكس على الوظائف الدوران عند المريض، انا بطلع على افضل بيب بيحقق افضل وظيفه للقلب والبطين الايمن بالذات. ممكن بالايكو يساعدني هذا الموضوع لانه كل ما بنعرف انه البيب هو بوزيتيف بريشر وبيعمل حمل بعدي على البطين الايمن، فكل ما انا وصلت للمقدار الافضل اللي بيقلل او بيحسن وظيفه القلب وبالذات البطين الايمن لافضل درجه فهو هذا هو البيب المثالي. انا ممكن اطلع على الراديولوجي على التصوير. انا ذكرنا طريقه الطبق المحوري هي الطريقه المثاليه او المعياريه، بس ما هي عمليه ابدا. في طرق ثانيه ممكن الترا ساوند مثلا او الامواج فوق الصوتيه، واضافه الى طرق ثانيه جديده هلا دخلت بالمجال، كلها ممكن تكون طرق واعده باني انا ابحث على الاوبتيمال بيب، وان كان لهلا ما في شيء هو ستاندرد. انا راح استعرض بهالسلايدين اشهر الطرق المستخدمه في البحث عن الاوبتيمال بيب. اول طريقه هي البيس اوكسجينيشن ميثود اللي هي طريقه الاكسجين الانسب. هي الطريقة تم استخدامها في عدة دراسات عالمية، الألفولاي 2004 باللفز 2008، وتم استخدامها أيضا بالأرما اللي هي الـ ARDS Network كترايل 2000.
كلهم استخدموا البي اف اي او 2 تيبل. الافتراض هون ان كل ما زاد الاف اي او 2 كل ما كانت حاجه الميت اعلى من الاف اي او 2، فانه معناتها في عندي اذيه اشد بالرئه، وبالتالي في عندي قابليه اعلى لتجنيد الاسناخ، فلما انا عم بفتح الاسناخ المسكره عم يتحسن الاكسجين عند المريض، وبالتالي فان هذا البيب عم يكون مفيد. المشكله انه البيب مو بس بيعمل ريكروتمنت، فعلا هو بيحسن الاكسجين باليه الريكروتمنت، هذه احد الاليات. في شغله ثانيه انه البيب بيغير من الهيبوكسيك الهايبوكسيك فازوكونستريكشن تبع البلمونري ارت، لانه هو بيفتح الاسناخ، فبيغير من هذا الموضوع الميكانيزم، بيلعب على هذا الميكانيزم. وبالتالي الشغله الثانيه انه بيغير من حجم الشنط اللي داخل على الرئه من خلال تاثيره على النتاج القلبي. فثلاث عوامل مجتمعه، ما بنعرف قديش مقدار الريكروتمنت اللي عم يصير بالبيب بكل حال تحسين اكسجين، ما هو معيار ذهبي. ايضا تحسين الاكسجين لا يعني انه ما صار عندي اوفر ديسيجن بالاسناخ السليمه. هي طريقه موجوده ومقبوله نسبيا، وان كانت ما هي المثاليه، في عليها كثير من الانتقادات، وشفنا باول سلايد في ديبيت حلو موجود بالمجال تشيس، انصحكم بالعوده له، ممكن مشان لانه هي من اشع طرق استخدامها لحتى تعميق فهم الميكانيكال فنتليشن والاوبتيمال بيب بالذات. احد الطرق المستخدمه هي ان انا بتطلع على البيست كومبلينس بكل مقدار للبيب. انا ببدا مثلا مقدار بيب 15 مثلا، وبقيس الكومبلينس عند المريض، وبعدين بنزل ل 13، بقيس الكومبلينس بنزل ل 11 ل 9 ل 5. فانا بكل مره انا بقيس الكومبلينس عند المريض، بقيس المطاوعه تبع الرئه، فالافضل مطاوعه بحققها هي بتكون الاوبتيمال بيب. احد الطرق ايضا اني انا بزيد مقدار البيب المطبق، وكل ما زاد البيب رح يزيد البلاتو بريشر لحتى اوصل ببلاتو بريشر لمقدار 28. بمعنى اخر انا المريض حاطه على 6 ميل بير كي جي تايدل فوليوم، وحاطه على بيب 5 مثلا، فعم يعطيني بلاتو بريشر 23. فانا بتم بزيد البيب، البلاتو بريشر عم يزيد معي حتى اوصل ل 28. فهي احد الطرق. هاي الطريقة استخدمت بدراسة مشهورة اسمها الاكسبريس، اللي حنشوفها ونستعرضها باخر المحاضرات، هي باخر محاضرة هي دراسات الاكسبريس ترايل. استعمل هي الطريقة. مثل ما قلنا انا ممكن استعمل الافضل، بجيب ايكو قلب بحطه على صدر المريض، انا بقيس وظيفة البطين الايمن مقارنة بكل مقدار للبيب، كل ما متى ما وصلت للافضل اداء للبطين الايمن فانا بكون وصلت للاوبتيمال بيب. هي احد الطرق. في عليها دراسات صغيرة بس ما استخدمت بدراسة كبيرة. مثلا ممكن انا اطلع على الانترا ابدومينال بريشر، مثل ما بنعرف انه البيب لما يكون في عندي نقص بمطاوعة جدار الصدر بفيد، فإذا كان مطاوعة جدار الصدر منخفضة بسبب ارتفاع الضغط ضمن البطين، ضمن البطن عفوا، فأنا بتطلع قديش مقدار الضغط ضمن البطن بقيسه من خلال فولي كاثر، وأنا بقدم مقدار بيب معادل للانترا ابدومينال بريشر. لو كان الانترا ابدومينال بريشر 15 فأنا بحط بيب 15، فهذا بيوازن الضغط على طرفي الحجاب، وبالتالي بوصل للأوبتيمال بيب بهي الطريقة. من الطرق المعتمدة على ميكانيكيات الرئة أنا بطلع على ستريس اندكس، المخطط الضغط الزمن، وبشوف انحناءه وتقعره للأعلى أو الأسفل، وبشوف الريكروتابيلتي من خلاله أحد الطرق، وإن كان هذه انتقادات ما هي أوبتيمال. أنا ممكن أقيس الضغط في نهاية الضغط عبر الرئة وفي نهاية الزفير أو أثناء الزفير. كيف بقيسه؟ أنا الضغط في الأسناخ داخل الأسناخ أثناء الزفير هو البيب، وناقص الضغط داخل جوف الجنب أثناء الزفير. أنا كيف بقيسه؟ بقيسه من قياس الضغط المريئي. إذا حافظت على هذا الضغط صفر أو أعلى من صفر، فأنا بحافظ على الأسناخ مفتوحة خلال الزفير. تم استخدام هذه الطريقة في دراسة لتالمر. أنا بحط قسطرة مريئية، هي القسطرة بتقيس الضغط عبر المريئي، وهذا الضغط المريئي يعادل نظريا ضغط داخل الجنب، وبعمل الفرق بيناتهم مع البيب، وبالتالي اذا بحافظ على الاسناخ مفتوحه خلال الزفير. دراسه واعده كانت، حتنعاد بحجم اكبر من المرضى، انا ما اظن هي حاليا قيد الانجاز الفيز 2 تبعها، بس مشكلتها انه تحتاج الى قسطره مريئيه، لازم انا استعمل قسطره، وفي لها مشاكل كثير بقياس الضغط عبر الضغط المريئي ومعادلته مع الضغط الجنبي. انا ممكن اطلع على البي في كيرف، على البريشر فوليوم كيرف، وبطلع على البوينت اوف ماكسيمال كيرفيتشر. هي احد الطرق اللي ممكن استخدمها بالبيب المثالي، ما كثير عندي خبره فيها. مشكلتها انه تحتاج الى مريض يكون بحاله ارخاء او تنويم شديد، يكون البي في كيرف هو ستاتيك، ما هو الدايناميك اللي هو بنشوفه على الفنتيتر، لا لازم يكون ستاتيك. في لها كثير مشاكل. اللور انفليكشن بويت نفس الكلام، وان كانت استخدمت في دراستين مشهورتين اماتو لفيلر، واستخدمت في تحديد البيب المثالي. انا ممكن اعتمد على اللانج الترا ساوند، ممكن اعتمد على الالكتريكال امبيدنس توموغرافي، هو شبيه بالطبق المحوري بس بيعتمد على الاشارات الكهربائيه، بيعمل صوره
للمقطعية للصدر، وبيحدد طبعا وجود فرط تمدد او ريكروتمنت، وحتشوفوا بستايل تاني بعض الصور. في كلهم عليهم دراسات، بس ما في ولا طريقة منهم اثبتت انه هي الطريقة المثلى. بالنسبة للور انفليكشن بوينت، اللي هي في طريقة مشهورة انه بحدد اللور انفليكشن بوينت على مخطط البي في كيرف، وبحدد بيب اعلى منه باثنين. مشكلتنا انه اولا بتمنى الدايناميك بي في كيرف، هذا الدايناميك ما بيمشي الحال، لازم يكون مريض نايم مرخى، واستعمل ستاتيك بي في كيرف واللي هو مو سهل اني حصل عليه، وبده كثير خبرة، واحيانا كثير انا ما بقدر اوصل لللور انفليكشن بوينت. حتى بالدراسات الموجودات كان احد الخوف بالجزء من طرق الدراسة انه اذا ما حصلوا على اللور انفليكشن بوينت كانوا يقدروا البيب تقدير. ففي عيلة كثير مشاكل، ما هي طريقة مثالية بس هي موجودة بالممارسة، وفي ناس كثير بتعملها. احد الانتقادات ايضا على طريقه اللور انفكشن بوينت انه حتى لو حطيت البيب بناء على هذه الطريقه، الريكروتمنت ما بيتوقف. يعني ما هو البيب اللي حطيت البيب مثلا، وليكن اللور انفكشن بوينت كانت 10 فحطيت البيب 12، فمو معناته هذا انه ما راح يصير ريكروتمنت. الريكروتمنت بيستمر على طوال مخطط المطاوعه حتى نوصل للابر انفكشن بوينت. فرغم انه هي الطريقه موجوده، بس ما هي الطريقه المثاليه. بحب اذكر انه مقدار البيب المطلوب يعتمد على شده اذيه الاصابه الرئويه، اللي هي اللانج كونفينس، مطاوعات الرئه كلما انخفضت اكثر كلما كان المطاوعه المطلوبه، كل ما كان البيب المطلوب اعلى، اضافه الى مطاوعه جدار الصدر عند المريض. لما تكون مطاوعه منخفضه ايضا يحتاج الى بيب اعلى، خاصه عند المرضى البديلين او اذا كان في وذمات بجدار الصدر. المقدار الامثل للبيب هو الذي يضع معظم الوحدات الرئويه على الجزء الامثل او الجزء الافضل من البريشر فوليوم كيرف. استعرضنا بالسلايدات كيف ممكن اوصل لهذا الشيء، بس ما في ابدا شيء بيقول انه هذا هو الطريق الافضل، وما في شيء بيثبت انه فعلا هذا هو البيب الامثل عند هذا المريض بالذات. هذه الصور للالكتريكال امبيدنس توموغرافي، اللي هو تصوير المعوقه الكهربائيه، شيء من هالقبيل. ان انا بحط الكترودات على صدر المريض، انا بقيس المعوقه الكهربائيه، اشاره الكهرباء اللي تنتقل بين هالالكترودات، اللي تتاثر اذا كان الناقل فقط هو الهواء، او اذا كان في عندي اصابه متصلده بالرئه، اصابه تكثف رئوي. انا بقدر من خلال هالشيء احصل على صورة شبيهة بالطبقي، حسب شوفوا الصورة اللي على اليمين والايسر واسفل الشاشة، اذا في هايبر انفليشن، في عندي كولابس ونورمال حسب لون المنطقة. طريقة واعدة، بس ما هي الحالية ستاندرد، وان كان ربما بالمستقبل الها دور. دائما ما بينسأل هذا السؤال، مين الافضل عند مرضى الاي ار دي اس، هو الهاي بيب او اللو بيب؟ تم إجراء 3 دراسات بهذا المجال بالسنوات الماضية، بدءا من عام 2004 دراسة الألفولاي، من 2008 تم نشر دراستين كبيرتين اللافز والإكسبريس، هنستعرض كل دراسة منهم بالتفصيل. الدراسات هذول قارنوا الهاي بيب مع اللو بيب. تم تعريف الهاي بيب بأنه بيب مقداره 10 ل 15، كان حوالي 14 تقريبا وسطية بمعظم الدراسات، واللور بيب كان حوالي من 5 ل 10 وسطية، وكان 8 ل 9. ولا واحدة من هدول الدراسات أظهرت إنه تطبيق البيب العالي بيقلل من نسبة وفيات مرضى الـ ARDS، كلهم كانوا دراسات سلبية. بالمناسبة ما في ولا دراسة موجودة تقارن تطبيق البيب عند مرضى الـ ARDS مقارنة مع الزيب، مع الزيرو إند إكسبكتيف بريشر، مع الضغط قدره صفر. ما في حدا يجرؤ على إجراء هيك دراسة. فيزيولوجيا لازم نستخدم بيب عند مرضى الـ ARDS، ويعتبر استخدام صفر خطيئة كبرى. كل الدراسات اللي اجريت بهذا المجال، اللي تجرى بهذا المجال، راح تقارن الهاي مع اللو. يعتبر اللو ديفولت، يعني هو اساس، ما ممكن انا تحط اقل من 5 لمريض اي ار دي اس، يعتبر خطيئة كبرى. هالجدول بيلخص الدراسات الثلاثة اللي حكينا عليهم، الالفولاي واللافز والاكسبريس. لاحظوا انه عدد المرضى جيد، مولتي سنتر ترايال، واحدة منهم تمت بامريكا، والثانية كانت بمولتي سنتر بين كندا واستراليا والسعودية، والثالثة كانت بفرنسا. كلهم تموا على مرضى اي ار دي اس اكيوت لانج انجري. كان مقارنة تطبيق البيب او معاينة البيب بدراستين الاوليتين باعتماد على الاف اي تو تيبل. بالدراسة الثالثة اللي هي اكسبريس، مثل ما قلنا، كان بمجموعة الانترفنشن كانوا يطبقوا بيب لحتى يوصل البلاتو بريشر 28 ل 30. لاحظوا اخر خط انه انا البي كانت غير مهمة احصائيا بثلاث مرضى عفوا، وبالتالي ما كان في فرق بالمورتاليتي، كانت نفسها بالنسبة لمجموعة الهاي بيب واللو بيب بثلاث دراسات. الدراسة الأولى المشهورة الألفولايت ترايال، كانت ار سي تي، 549 مريض، قارنوا الهاي بيب مع اللو بيب، اعتمدوا على الاف اي او تي تيبل.
هذا هو الجدول اللي اعتمدوه به راستون. طبعا هذا الجدول تعدل بعدين بالدراسات اللاحقة. بهي الدراسة اعتمدوا هذا الجدول بالنسبة لمجموعة اللور بيب ومجموعة الهاير بيب. لاحظوا انه لو عدلوه حتى ضمن الدراسة ردوا عدلوه. لاحظوا انه نسبة الوفيات بين المجموعتين مختلفة، وما كان في فرق بين المجموعتين بالنسبة لتطبيق الهاي بيب عند مرضى الاي ار دي اس. طبعا لما نقارن بقية النتائج نفس الكلام، ما كان في فرق هام احصائيا بين نسبة الوفيات adjusted، حتى لو عملوا adjustment للكوفاريتيز. البريثينج without assistance ما كانت هامة احصائيا. عدد الايام بدون منفذة ما كان هام احصائيا. عدد الايام في العناية المركزة الباروتروما كان نفسه بالمجموعتين، وهذا وهم كان بيعادل 10 ل 10% تقريبا. عدد الأيام بدون حدوث قصور بالأعضاء كمان مكانها محصيا بين المجموعتين. الدراسة الثانية كانت لافز ترايل، انتشرت عام 2008 بمجلة جامعة ار سي تي، 983 مريض. كلا المجموعتين كانوا على لو تايدل فوليوم. كان الانترفنشن هي مجموعة التداخل، انه استعملوا بريشر كنترول، استعملوا ريكروتمنت مانوفر، استعملوا هاي بي بالاعتماد على الاف اي 2 تيبل. نفس الكلام بالنسبة للدراسة الماضية بس شوي معدل التيبل، طبعا الجدول شوي معدل. هذا هو الجدول اللي استعملوه بهي الدراسة، شوي مختلف عن الدراسة الماضية، وان كان نفس المبدأ انه كل قيمة بيب بتعادل قيمة اف اي 2. نفس الشيء هذا المخطط، ما في فرق بين المجموعتين بالنسبة للوفيات، بالنسبة للفطام على المنفذة breathing independently. البي فاليو كانت 0.3 0.18، كلاتهم ما نهام إحصائيا، وبالتالي ما كان في فرق بين المجموعتين. ربما الشيء الوحيد اللي كان في فرق بين المجموعتين بهي الدراسة هو اللجوء للوسائل علاج ريفراكتوري هايبوكسيميا. ريفراكتوري هايبوكسيميا انه عندي نقص اكسجين شديد، وبالتالي اضطر الى اني استعمل وسائل اخرى، مثلا نيتريك اوكسيد، البروم بوزيشن، الهاي فريكوانسي، الاي بي ار في، الاكمو. كان اقل بمجموعة الهاي بيب، كان اقل بمجموعة الهاي بيب. حتى انه نحاول يحسبوا نسبة الوفيات بناء على شدة الإصابة، بمعنى آخر افترضوا انه الإصابات الأشد البي اف ريشيو الأقل رح يكون عندهم استفادة ومورتاليتي بنفيت بهي المجموعة بهي الدراسة، ما قدروا يثبتوا هذا الشيء. الدراسة الثالثة والأخيرة هي اكسبريس ترايل، هي دراسة فرنسية، 767 مريض. كلا الذراعين كانوا على لو تايدل فوليوم. الذراع الكنترول هي اللو تايدل فوليوم او مودريت بي، سوري مودريت بي، كان 5 تو 9. الانترفينشن كان انه انا بضيف مقدار البيب حتى اوصل لبلاتو بريشر 28 ل 30 مثل ما حكينا. نفس الكلام بالنسبة للنتائج، ما في فرق بالمورتاليتي. لاحظوا البي فاليو 0.23. ربما البريثنج without assistant كانت افضل بمجموعة الانترفينشن. كان البي فاليو مهمة انه كان نسبة البقاء على المنفس اقل عند هدول المرضى. طبعا لما درسوا النتائج حسب شدة الإصابة، بمعنى آخر لما درسوا فقط مرضى الـ ERDS، استثنوا مرضى الـ Acute Lung Injury أو مرضى الإيديات الخفيفة لما يكون بـ FRESH أقل من 200 فقط، كان المورتاليتي بنفيت أوضح، وإن كان لساتها ما نهمة إحصائيا 0.08، ما نهمة إحصائيا بس أوضح من قبل. الـ Breathing Without Assistance أكيد حتكون أفضل مجموعة الـ High Beep عند هي الدراسة. بينما مجموعة الـ ERD اللي ما عندهم ERDS اللي عندهم Acute Lung Injury، ما كان في فرق بين النتائج بين المجموعتين. وبالتالي بيوضح لنا هذا السلايدين الأخيرات شيء، إنه لما بتكون الأدية أشد المقدار الأعلى من البي بيكون أفضل. هذا خلاصة الكلام. طبعا مثل الدراسة السابقة كمان أظهروا إنه اللجوء للريسكيو ثيرابي، للبروم بوزيشن، نايتريك أوكسايد، كان أقل بمجموعة الهاي بي، بس الوفيات ما كانت موجودة ما كان في فرق بالوفيات. طيب نحن عندنا هلا 3 دراسات، كل دراسة حوالي 500 مريض، 700 مريض، 800 مريض، ومعنا نتيجة قاطعة بكل دراسة. أنا كيف ممكن أعمل؟ أنا بعمل ميتا أناليسيس، أنا بجمع نتائج الدراسات الثلاثة وبعيد تحليلهم إحصائيا لحتى أحصل على نتائج. ربما مشكلتنا كانت العدد بكل دراسة، فأنا بدل ما أكون عندي 500 مريض بصير عندي 2000 مريض، بعيد تحليلهم إحصائيا، فربما هذا الشيء بيحسن من قوة الدراسة ويعطيني نتائج هامة. المشكلة إنه بالأدب الطبي حاليا موجود على الأقل في خمسة ميتا أناليسيس على الأقل لك لموضوع الهاي بيب فيرسس لو بيب.
كل واحدة من هدول الميتا اناليسيس بتعطي نتيجة مختلفة عن الثانية. أول ميتا اناليسيس بتقول مثلا الهاي بيب أحسن، المجموعة الثانية بتقول لا ما في فرق، لا الدراسة اللي بعدها أو الميتا اناليسيس اللي بعدها تقول لا في فرق، فالنتائج حتى بين الميتا اناليسيس على نفس الدراسات مختلفة. فموضوع شوية مشربك وبيزيد الكونفيوجن للأسف. آخر ميتا أناليسيس معمول نشر بالعام 2010 جمع دراسات الثلاثة السابقة، اعتمد على المرضى، يعني جمع فرطوا المرضى جميعا وردوا درسوهم من جديد بمجموعة واحدة كبيرة. أظهرت الدراسة إنه ما في مورتاليتي بنفيت من الهاي بيب لما بنستخدمهم كل المرضى، بس لما بنطبقوا على المرضى الاي ار دي اس فقط يكون بي اف ريشيو أقل 200، ففي عندي مورتاليتي بنفيت على الأقل 5%. إذا تطبيق كان الكونكلوجن تبعه تطبيق المقادير العالية من البيب مقارنة بالمقادير المنخفضة ما كان مترافق مع تحسن نسبة الوفيات عند الكلام عن مرضى كل المجموعة اللي هن الاي ار دي اس واكيوت لانج انجري معنى اخر كل المجموعة، لكن ربما كان في عندي تحسن بالوفيات او بالبقية لما نتكلم عن مرضى الاي ار دي اس فقط اللي هن بي اف ريشيو اقل من 200. اذا مثل ما قلنا انه فقط عند مرضى الاي ار دي اس اللي هن بي اف ريشيو اقل من 200 كان في عندي مورتاليتي بنفيت، عند المجموعه كلها بشكل عام ما كان في فرق بالوفيات لانه شملوا مجموعه الاكيوت لانج انجري هنا بي اف ريشيو من 200 ل 300، بس لما حصلوا دراستهم او تحليلهم بالمجموعه الاي ار دي اس كان في عندي مورتاليتي بنفيت. لاحظوا هون البي فاليو على الاي ار دي اس 0.03، على المجموعه اللي ما عندها اي ار دي اس لان الاكيوت لانج انجري هنا 0.2. لاحظوا انه معتمد على التعريف القديم للاي ار دي اس تبع 1994. من هالشي السرفايفنج سكسس كامبين 2013 جايد لاين كانت عم تقول انه نحن نفضل استخدام الهاير بيب عند مجموعه السيفير اي ار دي اس اللي هن مودريت تو سيفير اي ار دي اس بي اف ريشيو اقل من 200. بهالمجال لابد ان اذكر دراستين هامتين تمتا على مرضى الاي ار دي اس قارنوا الهاي بيب مع اللو بيب. اول دراسه هي الدراسه البرازيليه لعام 1998 لاماتو، هي كان لها السبق باثبات فعاليه انه اللو تايدل فوليوم بقلل من الوفيات، بس هاي الدراسة كان مجموعتين كان عم يدرسوا شغلتين سوا، عم يدرسوا الهاي بيب مع اللو تايدل فوليوم مقارنة مع اللو بيب والهاي تايدل فوليوم. طبعا اكيد المجموعة الاولى اللي هي الهاي بيب مع اللو تايدل فوليوم هي بروتكتيف، كانت الوفيات اقل فيها، بس كان في عنصرين عم يدرسوا سوا هن البيب والتايدل فوليوم، وبالتالي ما بنعرف المورتاليتي بنفيت من اجت من هدول او من هدول. المميز بهي الدراسة انه طريقة استخدام البيب المثالي او استخدام البيب بهي الدراسة كانت باعتماد على البي في كيرف والبحث عن اللور انفليكشن بوينت وتطبيق البيب اعلى منها ب 2 سنتيمتر ما. الدراسة الثانية الهامة كمان هي تكرار تقريبا للدراسة اللي سبقتها، وهي دراسة اسبانية كان الفيلر هو المين انفستيجيشنر، كان نفس الطريقة كمان استخدموا لو تايدل فوليوم مع هاي بيب مقارنة مع هاي تايدل فوليوم ولو بيب، كمان كان في مورتاليتي بنفت للمجموعة الأولى ونفس المشكلة ما بنعرف لها سبب هو اللو تايدل فوليوم أو الهاي بيب أو كلاهما سوا. طبعا نفس الشيء المميز انه استعملوا اللور انفليكشن بوينت للبحث عن الاوبتيمال بيب بهذه الدراسة. حبيت احط هالدراسة بس مشان اعمق فهم الموضوع، ما هي دراسة مشهورة او ما هي بذات القوة مثل الدراسات السابقة. الدراسات السابقة كلها لاند مارك بالموضوع بال اي ار دي اس وبموضوع البيب. هاي الدراسة كان هدفها البحث عن الطريقة الامثل لتطبيق البيب بمرضى الاي ار دي اس بالاعتماد على الاف اي او 2 تيبل اللي هو الاشهر او يعتبر ستاندرد وهو مانو ستاندرد للاسف، مقارنة مع الكومبليانس جايدد بيب. يعني انا بطلع على افضل كومبليانس بكل قيمة بيب وبشوف شو هو الافضل. انصحكم بالعودة للدراسة لقراءة البروتوكول لانه ممكن يكون مفيد من الناحية العملية. لاحظوا انه كان في عندي افتراق بالمنحنى بين الكومبليانس جايدد جروب والاف اي 2 دريفن جروب اللي هن جماعة الاف اي 2 تيبل، وان كان البي فاليو 0.12 يعني 12%، وهي ما نهمة احصائيا، بس في عندي تريند بنسميه او ميل انه تكون الكومبليانس جايدد افضل من الاف اي 2 جايدد وان كان ما نهمة احصائيا. راح اختم بهالسلايدين. السلايد الاول بيقول لك انه يو هاف تو individualize بي فور each كيس، ما عندي انا طريقه مثاليه لتحديد البي بي مثالي لجميع المرضى، وان سايز داز نوت فيت اول، قياس واحد لا يناسب الجميع، انا بكل حاله مريض لازم اجمع كل العناصر اللي ذكرتها، اطلع على البيست اوكسجينيشن، بيست كومبليانس، بيست بلاتو بريشر، اطلع على اللور انفكشن بوينت اذا كنت قادر احددها،
طلع الهايموداينامكس، طلع ممكن الالترا ساوند اذا كان متوافر، او التوموغرافي اللي حكينا عنه، هذا المعوق الكهربائي اذا كان متوافر. اجمع كل العناصر سوية وابحث عن البيب المثالي بحالة كل مريض. البيب المثالي بحالة كل مريض يختلف من مريض لاخر، الريكروتابيليتي تختلف من مريض لاخر، حتى لو كان نقص الاكسجين واحد من المريضين، ربما هذا المريض فريش اي ار دي اس فهو مور ريكروتابل، الثاني المريض هو كرونيك صار فمور فايبروسيس، فالريكروتابيليتي اقل عنده، وبالتالي البيب حيكون تاثيره ضار عند هذاك المريض مقارنه بالمريض الاول، وان كان نفس الاف اي او2 عم نستخدمها عند المريضين. بختم محاضرتي بهالسلايد: one size does not fit all، قياس واحد لا يناسب الجميع. لازم انا افصل قياساتي على قياس كل مريض، لازم استعمل التايدل فوليوم الانسب لكل مريض، وهذا حيكون عنوان المحاضرة القادمة، ولازم استعمل البيب الامثل بحالة كل مريض، وهذا اظن اني انا حاولت قدر الامكان جاوب على هذا السؤال اللي هو ممكن يسأل بالمقابلات: ما هو الاوبتيمال بيب؟ لاحظوا اني انا جاوبت عليه خلال حوالي 35 دقيقة، واظني ما اوفيته حقه، فاتمنى ان يكون وصلت قدر الامكان الشيء اللي بعرفه عن هذا الموضوع، وفق كل ذي علم عليه.